اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا الاخيره، والحقيقه يعني هي فقره متصله بعيد الميلاد المجيد، اتصال وثيق، وهي دي احنا طريقتنا في اي تي سي في برنامج مصر الجديده، الاحتفال وتهنئه اشقائنا الاقباط بعيد الميلاد المجيد. واحنا الحقيقه في هذه الفقره هنتكلم زي ما انتم شفتوا عن مسار العائله المقدسه. دي العلاقه التاريخيه اللي بتربط مصر بميلاد السيد المسيح وبهروبه مع السيدة مريم ويوسف النجار إلى مصر، واستمراره في هذه الرحلة 5 سنوات في مصر قطعت فيها هربا طبعا من البطش الروماني، من هيرودس الذي أراد أن يبحث عنه فيقتله، واستغرقت 5 سنوات وقطعوا فيها مسافة حوالي 3500 كيلو متر داخل بلادنا. هذه هي طريقتنا في الاحتفال. احنا الحقيقه يعني بنرحب بضيوف كرام كلهم من حيث الديانه مسلمين، لكن كلهم متخصصين في هذا الموضوع محبين له، واحنا ما حبيناش نثقل على حد من اشقائنا الاقباط اللي هم يعني متخصصين ايضا فيجي معانا ليله الصلاه وليله العيد. احنا بنرحب بضيوف كرام معانا في الاستوديو، بنرحب بالدكتور مجدي شاكر كبير الاثريين بوزاره السياحه والاثار. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك مجدي. وبنرحب بالاستاذ امين الدكتور امين عبد الله الرشيد، رئيس قسم الاثار الاسلاميه بكليه الاثار بجامعه الفيوم. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك. ربنا يخليك. والدكتور احمد عبد الحميد النمر، عضو المكتب العلمي لوزير الاثار ومدير توثيق الاثار القبطيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. ابدا بحضرتك دكتور مجدي، يعني لمن لا يعلم، اتفضل يا فندم، ايه مسار العائله المقدسه ده؟ احنا بس عايزين نهني يعني اخواتنا صحيح الاقباط المسيحيين، ما نقولش اقباط بس لان احنا صحيح كلنا اقباط صحيح، فمصر كلها قبطيه فتبقى الاقباط المسيحيين. طبعا القبط يعني مصري. بالظبط بالظبط تمام. فحتى جت منها بعد كده كلمه ايجيب، وبالتالي يعني هو كلمه قبطي تشمل كل العناصر الموجوده وكل الشعب المصري. رحله العائله المقدسه طبعا هي من اهم واقدم الرحلات واطول الرحلات اللي تمت واقدسها. مش عايز نتكلم في الماضي كتير يا دكتور عشان وقت حضرتك وعشان وقت البرنامج، كنا نتمنى ان يكون وقت اكبر ونتكلم تاريخيا، لكن احنا عايزين نتكلم على ارض الواقع ونتكلم على المستقبل. احنا بنبني الجمهوريه الجديده، وفي اطار الجمهوريه الجديده ماذا سيكون المسار ده، ايه اهميته في الجمهوريه الجديده؟ احنا عايزين نتكلم تاريخ كتير، لكن هل هذا المسار هو ايه المسار ده الاول؟ المسار هو مسار السيده العذراء والسيد المسيح، المقصود كلمه العائله المقدسه المقصود بها ثلاثه، السيده العذراء والسيد المسيح ويوسف النجار، وقيل سلومي يعني احد السيدات او العجائز اللي كانت معاهم، انما الموس ثابت في كل كتب التاريخ والديانه هي الثلاثه دول فقط. خرجوا في رحله زي ما حضرتك اشرت من بيت لحم، دخلوا في مصر، مروا ب 25 مسار في اماكن محدده، بداوا من الفارما في شمال سيناء ووصلوا لغايه دير درونكا في اسيوط، فعدوا على 8 محافظات، في كل 8 محافظات في 25 مكان قعدوا فيهم، ما تركوش اثار كتير لان هم كانوا هربانين. الرحله استمرت 3 سنين و11 شهر، وزي ما قلت لحضرتك وقعدت بالظبط اكتر ما بين 2000 و2500 كيلو، لان احنا الرحله متعرجه يعني بيطلع وينزل ورا لانهم هربانين. وبالتالي هذه الرحله خدت كل ارض مصر. اهم حاجه في الرحله دكتور ان هي مش اول رحله للانبياء، احنا عندنا نبي الله ابراهيم عندما اتى وتزوج السيده هاجر، عندنا سيدنا يوسف في عاده المشهور جدا في مصر، عندنا سيدنا يعقوب واخواته كل او ولاده كلهم لما جم مصر، سيدنا موسى وجوده كله في مصر. وبالتالي هذا البلد يعني طول عمره، حتى السيده مريم القبطيه، سيدنا محمد لم ياتي ولكن تزوج السيده مريم القبطيه من مصر، وبالتالي كانت مصر ما بداتش بسيدنا عيسى ولكن لها تاريخ كبير جدا في وجود الانبياء او وجود الانبياء. وبالتالي احنا نريد ان نستثمر هذه الرحله، خاصه ان من شهرين تم حاجه مذهله جدا يا دكتور، ان احنا وثقنا في اليونسكو في دوله المغرب، وفي يمكن 21 دوله دكتور احمد اكد لي المعلومه، 21 من 24 وافقوا على ما يسمى التراث المرتبط برحله العائله المقدسه، لان حضرتك عارف وانا عارف ان حضرتك من الصعيد وعارف في موالدنا الشعبيه ما بنفرقش بين المسلم والمسيحي صحيح. ولو رحت مولد بتاع السيدي مثلا البدوي اللي في طنطا ورحت ماري جرجس اللي موجود في الاقصر، نفس الشعائر نفس الطقوس نفس الاقصر ده في قريتي بالظبط يعني نفس ما يحدث في ماري جرجس كتير لا ماري جرجس الرزيقي موجود في الرزيق وبالتالي الرزيقات والمحلات فاحنا
الاحتفالات دي كانت مهم جدا توثيق. فانا عندي بقى اصبح طريق موثق من 2017، البابا فرانسيس وثق الايقونه بتاعت ريحه المقدس، واحنا عندنا كمان التراث الغير مادي موثق. فاحنا عايزين نشتغل، احنا ربنا يا دكتور طياء ادانا كنز اللي هو ريحه المقدس، لان احنا عندنا لسه طريق تاني اللي هو خروج مسار بني اسرائيل. فمصر اذا اهتمت بهذا الطريق مع خروج بني اسرائيل، اقول لحضرتك والله هيجي لك اكتر من 30 40 مليون سائح، لان في اكتر من 2 مليار كاثوليك على مستوى العالم. فنتمنى ان يكون ده زي بيقولوا هي يعني قاطرة مصر للسياحة إن شاء الله بإذن الله. طيب دكتور أمين، يعني حضرتك رئيس قسم الآثار الإسلامية، إيه علاقة الموضوع؟ طبعا نفهم الناس الآثار، يعني هل هي بتصنف بحيث الأديان بس، ولا إن إحنا عندنا يعني آثار دينية عموما في مصر بشكل عام، منها مصارع العائلة المقدسة؟ طبعا يعني في البداية طبعا يعني بنقول لجميع الشعب المصري يعني قيادة وشعبا كل عام وحضراتكم بخير، صح. وإن شاء الله يعني تكون سنة سعيدة على المصريين جميعا بالخير واليمن والبركات. وطبعا يعني وجود اليوم في هذا البرنامج، بشكر حضرتك دكتور ضياء، وأتمنى نكون يعني خفاف على السادة المشاهدين، نفهم مع بعضنا صحيح. طبعا بالنسبة للآثار، التكامل، فكرة التكامل، التكامل في الآثار هو دايما يعني مصر تتميز دونا غيرها من العالم كله أن كل ما لديها من تراث وحضارة وآثار هناك نوع من الترابط في هذه الآثار والترابط في هذه الأحداث. يعني الاحتفالات اللي موجودة في مصر في الفترة القبطية ممكن نلاقي لها يعني إرهاصات وبدايات في الحضارة المصرية القديمة، وأيضا ما جاء في التراث القبطي أو الحضارة القبطية من كل ما يتعلق بهذا التراث الجميل خلال العصر القبطي نجد له يعني تأثير في الحضارة الإسلامية خلال القرون الوسطى. من ضمن هذه الأشياء هي الاحتفالات، ومن أهم هذه الاحتفالات الاحتفال الذي نحن بصدده اليوم، وهو الاحتفال ب يعني احتفالات بأعياد الميلاد المجيد. طبعا ليه إرهاصات في الحضارة المصرية، ليه إرهاصات في الحضارة أو وجوده في الفترة القبطية أو التراث القبطي أو التاريخ القبطي، وأيضا هناك استمرار للنوع من الاحتفالات أو مشابه زي الاحتفال بالمولد النبوي. احنا بنقول إيه التكامل، إن الاحتفالات في هذه أو في مصر بشكل عام لا يتم التفريق بين مسلم ومسيحي في هذه الاحتفالات. طب بالنسبه اسال سؤال واضح وصريح، من دراسه الاثار الاسلاميه ومعانا خبراء اخرين في اديان اثار اخرى، من دخول الاسلام في مصر هل محي اثر مسيحي لصالح اثر اسلامي؟ بالعكس هل تماما. ازيلت كنيسه؟ لا طبعا. وبني مكانها مسجد او يعني ايا كان، ولا ده يعني انا اللي بيحضرني الان حتى انه مسجد ابو الحجاج في في الاقصى موجود في قلب، وفي كنيسه موجوده، هل كنيسة وفي كنيسه وفي كنيسه بالظبط والكنيسه، هل حدث انه ازيل شيء؟ لا طبعا. قولا واحدا، لم يتم ازاله اي اثر يعني في الفتره او يعني الخاصه بالاقباط في فتره من 1500 سنه من 1500 سنه. وفي كمان بالنسبة للاحتفال بالأعياد الميلاد المجيد، نجد أن عمرو بن العاص عند دخوله إلى مصر لم يلغي هذا الاحتفالات، بل بالعكس جمع البطارقة بقيادة البطريق بنيامين والكهنة في الكنائس، واجتمعوا في كنيسة السيدة العذراء للاحتفال ب يعني ميلاد السيد المسيح. فبالعكس خلال ده كمان عندنا مثلا في العصور المملوكية وغيرها في الفترات الإسلامية كان هناك بعض الاحتفالات بالأعياد اللي هي مش موجودة حاليا، زي عيد الشهيد أو عيد الشهداء ما كانش موجود أو ده حاليا مش موجود، إنما كان بيحتفلوا بيه في هذه الفترة. عيد الشهداء ده مرتبط بيعني مناسبة مسيحية قبطية في مصر، ولكن كان يحتفل بيه جميع المصريين، والاحتفال كان بيتم في منطقة شبرا، كان بيأتي بالخيام على ضفاف النيل، ومن هنا سميت شبرا باسم شبرا ايه؟ شبرا الخيمة، نسبة إلى هذا الاحتفال.